الأرض هذه معناها استعملت فيها مادة الحمأة بعد التنسيق مع تقديم مطلب للمندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة، وتعرض المطلب على اللجنة واخذنا الرخصة من الديوان الوطني تطهير الفلاحة والصحة، وقمنا بوضع المادة هذه في الأرض تسميدها. هذه الأرض كانت هذه كأرض جبلية، ومعنا حتى في الزراعات متاعها كانت ضعيفة. اليوم بعد تحليلنا للتربة تبين أن الأرض قابلة للسماد وقيزمها باش تكون معناها باش السماد. في ولاية منوبة بدينا نستعملوا في مادة الحمأة سنة 2007، بدينا بزوز فلاحة ما شاء الله توا عنا معناتها بما يقارب ممكن 16 فلاح معناتها استعملوا مادة الحمأة في المجال الفلاحي. من 2007 ل 2023 استعملوا في مادة الحمأة اللي ما لقينا فيها من مواد كما مادة البوتاس اللي هي كما السماد عضوي تم استعماله في المجال الفلاحي. مساحة الجملية اللي تم فرشها بمادة الحمأة منذ 2007 إلى غاية موسم 2023 حوالي 340 هكتار، منها 190 هكتار في الأشجار المثمرة و150 هكتار في الزراعات الكبرى. رئيس اتحاد محلي للفلاحة بالمرنقية، مش نحكي باسم طلبات جميع الفلاحين اللي راغبه في عمليه وضع الماده هذه معناها في الاراضي نتاعهم لتسميدها. اولا تبسيط الاجراءات الاداريه من حيث التحاليل، التحاليل اللي هي تكون باهظه شوي على خير مراجعه الاثمان نتاعها، الفاكسان زاد كيف كيف اذا كان تسريع في العمليه الاجراءات نتاع الفاكسان باش ينجم هو زاد كيف كيف ياخذ الوقت برشا. استعمال الحمأة قانونا بقانون وصادر في البريد الرسمي امر منذ سنه 2007 ويحدد الشروط والإجراءات الإدارية اللي لازم اتباعها. في هذه الشروط ثم خاصة معناتها حماية المستهلك، لأنه يحدد شنو الغراسات والزراعات اللي يتم معتريها أو استعمال الحمأة فيها، يمنع منعا باتا استعمال الحمأة أو المياه المستعملة المعالجة في الخضروات، وحتى في الأشجار المثمرة يلزم إجراءات معينة يتبعها الفلاح باش لهذا الكل كيف في إطار حماية المستهلك. ما عندها الدينور معناتها مواصفات تونسية لازم تحترمها، اذا كان ما تستجيبش للشروط للمواصفات ما نعطيوهاش للفلاحه، بحيث عندنا اقبال للفلاحين. عندنا عديد من المطالب وثم بعض الاشكاليات او بعض الملاحظات اللي بعثوهم لنا الفلاحه، احنا بصدد تو دراسه الملاحظات هذه والاشكاليات مع الديوان الوطني للتطهير ومع المصالح الجهويه او المركزيه المختصه باش نشوفوا كيفاش نجموا نبسطوا هالاجراءات هذه لفائده الفلاح وتعميم هذه المادة، فعوض مش تقعد مشكل على البيئة مش نقول نستعملها كسماد في المجال الفلاحي.